هناك ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا. بصالح في دقيقة عن الوقف. بارك الله فيكم. هذا الوقف يا أخواني زود على الصدقة وقف، الله أكبر، لك بالدنيا والآخرة، يا سلام، وأنت مكفى الهموم الحمد لله. مضيلف ذول جزاهم الله خير، مثلا معروف الوقف وكم المميزات اللي فيه والأرزاق، في إمكانك ما تختصر، حط اللي الله يكتب منك، ولك معهم كل مشروع، لك معه مشروع. ويا اخواني الانسان اذا ما يبذل واذا ما يحط ما دام انه يقدر، ترى يا اخواني يوم من الايام والله تروح عليه والله ما يقدر، صح، لكن يحاول ما دام انه يقدر ولو كان يسير. ترى بعض الناس يبغى يتصدق يسوي وقف ويقول والله ان هذه ما تمت. لا يا اخي تمت، شظفه من تمره يا اخي، شقه من تمره، أكبر. بلغت مبالغ الافاق. طيب أكبر. وبنادم على نيته اللي لله بالله والله ما بيضيع، كثير او قليل. الله اكبر. فيا اخواني ابذلوا ما دام تقدرون، ولا منك ما اجست ما تقدر ترك معذور. سلامة الجميع يا اخواني. الله يسعدك ابو صالح، يبارك فيك. ابو عبد العزيز كلمة عن الوقفة. ابو عبد العزيز والله تترك الجوال شوي، ترك من قعدت الجوال في يدك، وانت خليك معنا يا ابو عبد العزيز.